السلام عليكم، مرحبا أصدقائي في قناة عصام ربح أب. اليوم لدينا إثبات سحب من موقع ماركت، وأيضا أريكم طريقة الإيداع في الموقع بالضبط بالتفصيل لكي يصلك المبلغ في الحين. الآن نرى إثبات السحب. ننتقل هنا إلى البروفايل الخاص بنا هنا بهذا الشكل، نضغط عليه هكذا، وبعدها ننتقل إلى إثبات السحب هنا أمامكم بهذا الشكل. نقوم بالدخول إليه. ها هي هنا $14 قمت بسحبها، و$1 قمت بسحبها في اليوم الأول عندما شرحت الموقع. والآن ننتقل إلى الإيميل لنرى إثبات السحب. هنا نقوم بالدخول إلى الإيميل الخاص بنا بهذا الشكل، وها هو هنا إثبات السحب. وصلني اليوم على الساعة 5:58 دقيقة، ها هو أمامكم. نقوم بالدخول، وصلتني 13.3، والمبلغ يأخذ عمولة 0.5%، يعني كل $1 يأخذ 0.5 سنت. نعود الآن إلى الموقع بهذا الشكل أمامكم. للإيداع في الموقع ماذا تضغط؟ تضغط على هذه هنا بهذا الشكل أمامكم هكذا، تضغط عليها هكذا، وبعدها تختار المبلغ. هنا مثلا اختار $10 بهذا الشكل، ثم نضغط هنا وشارجي هنا بهذا الشكل أمامكم وننتظر. هنا عندما تريد الإرسال اكتب هذا المبلغ بالضبط في محفظتك 10.006. مثلا أنت تريد الإرسال من الباينس، اكتب 10.806 هكذا، ثم قم بنسخ هذه هنا بهذا الشكل، وبعدها تنتقل إلى الباينس وتقوم بالإيداع.